السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم في موضوع بيشغل بال الطلبة، وهو موضوع سهل جدا وبسيط، اللي هو موضوع البحث المطلوب مننا في المدرسة. في حلقة النهاردة هقدر أتكلم فيها إزاي أخليك تقدر تعمل البحث ده بكل سهولة خطوة بخطوة على ملف وورد وتحوله لملف PDF. أول حاجة، المشروعات المطلوبة من المرحلة الابتدائية هي 4 مشاريع: السياحة، الطاقة، الصحة، المياه. المرحلة الإعدادية 3 مشاريع: تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، الزيادة السكانية والأمن الغذائي، البيئة. وزي ما حضراتكم عارفين إن المشروعات دي ابتدت من يوم 9/4 لحد يوم 15/5 كحد أقصى. أنا مش هطول عليكم في الحلقة، بس يلا نبدأ حلقتنا. الوزارة كانت منزلة صيغة، احنا هنشتغل على نفس الصيغة دي بس على ملف وورد، وبعد كده نحوله لملف PDF. ودي الصيغة اللي كانت جاية من الوزارة. الصف الثاني الإعدادي، وليكن مشروع البيئة، وده اللي احنا هنكتبه في البحث. عنوان الموضوع، الرقم التعريفي، المقدمة، عناصر الموضوع، ننزل صورتين وننزل صورة كمان. بعد كده النتائج، وآخر حاجة المصادر. احنا كل ده هنعمله عندنا في ملف وورد. طب انت هتنزل ملف وورد ازاي؟ هتدخل على جوجل، هتدخل من خلال التطبيق ده، هتنزله عندك على التليفون او على الكمبيوتر بكل سهولة. ده الملف اللي احنا هنشتغل بيه ونعمل بيه البحث بتاعنا. ده شكله. هنعمل ايه بقى بكل سهولة؟ اول حاجة هنعمل اطار كويس للبحث بتاعنا. هنخش من هنا ونعمل البيج بوردر، او من البوكس هنا، وتعمل اي اطار. ده مثلا الاطار بتاعنا عادي، ده اطار كويس، نفس الاطار اللي موجود عندنا، او اي مثلا هنعمل اطار كويس مثلا زي ايه كده مثلا، وليكن هنعمل الإطار ده. ده الإطار اللي احنا حطيناه في البحث بتاعنا. هنبدأ نقلد. هنكتب هنا اهو الصف، الصف الثاني الإعدادي، اسم المشروع البيئة، تحت هنا المشروع البيئة بس. وبعد كده هتكبر الخط، مش هنا تعمل وليكن مثلا بس. دي أول حاجة عملناها اهي، نفس الملف. هنخش بعد كده، اول حاجة هنكتبها ايه؟ عنوان الموضوع. هنعمل كده حاجة بسيطة، هنخش من هنا من insert ونعمل جدول، نخش في الشيب، هنخش هنا اهو، هننسقه واحدة واحدة اهو بس كده. هنكتب هنا عنوان الموضوع، نعمل كده ونكبر الخط بتاعنا. بس وتكتب هنا عنوان الموضوع تحت، هتكتب ايه؟ اللي هو البيئة. تاني حاجة هنعملها، هنكتب الرقم التعريفي. الرقم التعريفي المقصود بيه الرقم الكود. هنعمل جدول برضو هنا صغير كده، نفس الجدول اللي عملناه فوق من الشيب، نعمل كده هنكتب اهو بالظبط الرقم التعريفي اللي هو رقم الكود بتاعك. ده هتجيبه منين؟
اهو الرقم التعريفي، الرقم التعريفي ده مكون من 9 ارقام. هتجيبه منين؟ عن طريق موقع الوزارة. موقع الوزارة ده هكتبه لحضرتك في الديسكريبشن تحت، تقدر تدخل عليه وتجيب الكود بتاعك. هتكتب الرقم القومي بتاعك، تاريخ الميلاد، المحافظة، النوع، بعد كده تسجل الدخول. هيجيب لك رقم الكود المكون من 9 ارقام وتكتبه عندك فين في البحث هنا. رقم 3 هنا المقدمة بتاعة الموضوع. هنعمل جدول برضو. هنا أول حاجة هناخد بالنا منها، الوزارة قايلة إن المقدمة بتاعة الموضوع لطلبة المرحلة الابتدائية من 40 لـ50 كلمة، ولطلبة المرحلة الإعدادية من 70 لـ80 كلمة. المقدمة دي بقى هتجيبها منين؟ هتجيبها عن طريق المذكرة الرقمية دي بتاعة الوزارة. هتدخل هنا على ذاكر الآن، هيجيلك هتختار من هنا محتوى متعدد التخصصات، وبعد كده هتبحث بقى مثلا وليكن عن البيئة، عن الصحة، عن المياه. ده أول مصدر ممكن حضرتك تجيب منه البحث بتاعك. تاني مصدر ممكن حضرتك تجيب منه البحث بتاعك عن طريق طبعا جوجل. جوجل بيجيب لك كل حاجة انت عايزها. عناصر الموضوع، بعد كده هنكتب هنا عناصر الموضوع. عناصر الموضوع الكلمات تتراوح من 400 و500 كلمة، من 400 لـ500 كلمة لطلبة ابتدائي، ومن 700 لـ800 طلبة إعدادي. عناصر الموضوع برضه هتجيبها من كتاب المدرسة أو من جوجل أو من المذكرة الرقمية اللي الوزارة منزلها. ده أساسا موضوع البحث. نخش بقى بعض العناصر هيبقى مطلوب مننا ننزل صورتين عن البحث. ازاي هننزلهم؟ بكل سهولة، هنخش من هنا من انسيرت، ومن البيكتشر الصور، هتنزل صورتين. هنعمل كده، دوس كنترول، كده نزلنا صورتين مع بعض. تمام، ننزلهم جنب بعض. انا منزل اي صورتين، هنغير بس في الحجم عشان الصورتين يبقوا جنب بعض. وبكده نزلت الصورتين جنب بعض. الصورتين اللي انا نزلتهم دول تبع عناصر الموضوع. عايز مننا 3 صور، هننزلهم صورتين، بعد كده تكمل كتابة. بعد كده صورة تالتة، ننزل بصورة تالتة. رقم 6، هندخل على النتائج اللي انت لاحظته في المحتوى اللي انت كاتبه. اخر حاجة، محتوى البحث جبته منين؟ من جوجل ولا من المذكرة الرقمية بتاعة الوزارة ولا من الكتاب المدرسة؟ بتكتب ده كله ورا بعضه هنا. وبكده البحث بتاعنا خلص. هنعمل ايه بعد كده؟ بكل سهولة هنعمل سيف، هسيفه عندك على الجهاز اهو. هكتب مثلا اسم البحث. اسم البحث ايه؟ بحث المدرسة، عشان ادخل من عليه بحث المدرسة اهو. ده البحث اللي احنا عملناه اهو، ده ملف وورد. طب نحوله ازاي لملف بي دي اف فايل؟ سيف از، في عندك حاجة اهي البي دي اف. ده شكل الملف اللي احنا حولناه البي دي اف.
وبكده حلقة النهاردة تكون خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو واشتراكك في القناة والشير، عشان الناس اللي لسه ما عملتش البحث وما عرفتش البحث بيتعمل ازاي نقدر من خلال الفيديو ده نعرفهم البحث بيتعمل ازاي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.